قصص آلام وأوجاع لا تنتهي. هؤلاء سرق منهم ثورة وحلم وأمن وسلام، ظنوا أنهم يرسونه في أرض انتهى فيها عصر الظلمات. اليوم وتحت تساقط أعيرة نارية وقذائف عشوائية عمياء، تدمي ليبيا وتفقدها المزيد من أبنائها الذين باتوا مشردين، لا سقف يؤويهم ولا وطن آمن يحتويهم. غلاء الإيجارات، تلكؤ وإهمال واضح من الحكومة، تأخر صرف المرتبات وارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 50%. أصبح المواطن الليبي فريسة سهلة لجشع السماسرة والتجار وحبيس التزاماته وعجزه عن الإفاء بها. في الأروقة السياسية يختلف الحوار والمطالب عنه في الشارع الليبي الذي صار أقصى حلم للمواطن فيه نوما هادئا تحت سقف يؤويه. أما في عالم موازن فيقتصر نقاش الساسة على ضمانات ومناصب وامتيازات تصل حد الرفاهية في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن أساسيات الحياة اليومية. هل من ضمانات أو تعويضات لهؤلاء؟ هل من سواعد تبني ما دمر؟ وهل بقي في الحلم حلم بوطن معافى لا يسمع فيه صوت رصاصة ولا يئن فيه طفل نازح، أو تدمع فيه عين أب يثقل كاهله غد مجهول؟